بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم جدا. والنهاردة جايين نقول كلمتين مهمين عن تخزين ورق العنب. ورق العنب انا شفت له طرق تخزين كتيرة، وبخبرتي جربت طرق كتيرة جدا، منها المسلوق ومنها اللي في الكيس ومنها المخلل في البرطمانات، وجربنا حاجات كتيرة جدا. في حاجات كانت بتدي نتيجة حلوة، بس انا جايبالك النهاردة احلى نتيجة انا جربتها. هنعمل ورق العنب في ازايز المياه الغازيه البلاستيك الفاضيه، خلاص. طيب، او ما تخافيش منها لان مش هتتفاعل مع ورق العنب، هي مش محطوط فيها ولا عصير ولا سوائل ولا حاجه، ده ورق شجر ناشف فمش هتتفاعل معاه. هنشوف هنعملها ازاي. وفي كمان طريقه ثانيه، بيتخلل بملح وذره ملح ليمون في برطمانات ازاز، لما اكون جاهزه هعملها لك. هنشوف ورق العنب هيتخزن بالطريقه دي ازاي. شوفي معانا كده ورق العنب زي ما انت شايفه اهو، انا جايباه من السوق، حلو جدا ومرصوص وجميل قوي. هنشوف هنبدا نعمل فيه ايه. هنمسك كل الورق ونقطع العنق بتاعه ده كده عشان ما يبقاش ناشف معانا ويبقى حلو اهو، وهنرصه. هرص كميه واوريهولك بسرعه. احنا قلنا هنخزن في ازازه البيبسي، طب ازاي حنونه؟ هنشيل الورقه دي اهي، هاجي من نص الإزازة بالظبط وأعمل فيها فتحة صغيرة. أهي خلاص. الإزازة اهي أنا قطعتها نصين. هنعمل إيه بقى؟ هنيجي نجيب كمية الورق اللي احنا مجهزينها دي وهنلفه كده لفة مضغوطة. من فضلك ركز في الكاميرا اهي، محمد انت الشغل معاك مش مريح، ايه اللي انت عامله ده؟ كويس اهي. هنضغط الورق العنب كده كويس قوي اهو، هحطها جوه الازازة في نفس الوقت اللي انا مجهزة فيه لفة تانية. لا تمسكهاش اهي، وممكن تربطي اللفة باي حاجة انت عايزة تربطيها وتروحي دخلاها هنا حشر اهو. كويس كده اهو، دول ربع كيلو ورق عنب. لو انت بتحبي تعملي الوجبه بتاعتك ربع كيلو خلاص، لو بتحبي تعملي الوجبه نص كيلو اضغطي نص كيلو ورق عنب، وهتروحي جايه كده اهو اهو، ضغط الازازه شايفه اهي. شرط تكون الإزازة ناشفة مفيش فيها أي مية ومقفولة كويس جدا، وبقت كده جاهزة إن أنا أحطها في الفريزر. حجمها صغير جدا، واخدة نص كيلو ورق عنب ماشي، على حسب ما أنت ضغطاه، أو ربع كيلو زي ما يريحك. كويس قوي كده. طيب أنت ليه حنونة حطيتيه كده جوه الإزازة؟ اقولك ليه. الورق الكياس اللي احنا بنشيل فيها ورق العنب مهما حصل بتتحرك من مكانها، بتيجي تدوري على حاجة تاني في الفريزر بيتغير مكانها مكانها، فالحروف الصغيرة دي بتتكسر وبتدي شكل وحش قوي لورق العنب، وممكن لو الضغط اللي جوه يتكسر. انت ما عليكي غير ساعة ما هتيجي عشان عايزة تسلقي الورق العنب عشان تشتغلي بيه، هتروحي فك الازازة من بعضيها خالص كده بالراحة، وغالية المية بتاعتك ومسقطة ورق العنب فيها ما بيتسلقش، هي المية بتتغلي بس بعصير ليمونة كده، ونروح مسقطين ورق العنب فيها. طيب ونحشي بقى ونشتغل على كده. اولا ده بياخد كمية قليلة جدا، بياخد مساحة قليلة في الفريزر، سهل الاستخدام اهي. يعني مع اي حركة وقعت راحت جت، بصي اهي سليمة العلبة جدا ما فيهاش حاجة، وبتبقي ان شاء الله ترصيها في باب الفريزر بتاع التلاجة، باب
في درج تجيب فريزر لوحدها ما بتقلقيش منها خالص. انا هعمل الكمية دي كلها في ازايز وهشيلها اخزنها، لان احنا بنحب ورق العنب جدا، وخصوصا لما بنعمله بالحشوة اللي باللحمة المفرومة. لو عجبك الفيديو بتمنى منك لايك وشير لو سمحت. السلام عليكم.